خليني ابدا معاكي ان في ستات كتير تقول انا مش عايزه اكل اكل فيه دهون عشان الدهون دي هتاثر على جسمي، ده حقيقي. فيخافوا ياخدوا راحتهم في الاكل، يخافوا مثلا ياكلوا الاكل المليان سمنه في نوع من انواع الدهون. الكلام ده صح يا دكتور؟ بصي، كل حاجه في الدنيا الحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. صحيح. بس خلينا قبل ما نقول الحاجه لما بتزيد، لما بتكون غلط فعلا بتضر الجسم بشكل كبير جدا. تمام. بس كلمه دهون لا واسكت، لا، لازم تكون دهون مهدرجه ودهون فعلا غير صحيه. اوكي. لان احنا عندنا في انظمه من انظمه الدايت، مثلا لو الناس اللي عندهم مقاومه انسولين فلازم اتعامل معاهم بدهون صريحه. Yeah. يعني لازم اتعامل معاهم بزبده وسمنه، بعيدا عن النشويات، هي اسمها دهون. أيوة. بس دهون صحيه. أيوة. اما الدهون الغير صحيه اللي احنا بقينا للاسف دلوقتي اغلبيه يومنا معتمد عليها، زي ايه يا دكتور؟ الاكل اللي من بره، الجنك فود والفاست فود اللي مليان زيوت، اتغلت اكتر من مره، كميه النشويات اللي موجوده في العيش وفي الرز وفي المكرونه، ده برضو للاسف لما بيدخل الجسم اكتر من اللازم بيسبب لي سمنه. تمام. سمنه كليه وسمنه موضعيه. تمام. في حاجة اسمها الدهون المفيدة؟ في الدهون المفيدة اللي أنا لازم أحطها في الدايت في النظام الغذائي، يعني أي حد من الناس اللي بيتكلمنا لازم نديهم دهون مفيدة. الدهون المفيدة دي بتعمل إيه؟ زي إيه كمان؟ بصي، اللبن، البيض، الزبدة، السمنة، العيش لازم لا يتعدى الربع رغيف، ولازم يكون قمح، أو قمح بنسميه القمح الأسمر. دي أيوة. اسمر. أيوة. لكن ما ينفعش ان انا اخد حاجات تانية ممكن تطول، بنسميه احنا السم الابيض، بقى دخلنا في سكة تانية خالص. أيوة. حتى السكر لما بندخله جوه الجسم لازم يخش بنسبة احنا بنكون حاسبينها مع كل عميل. بمعنى يعني كل الجسم بالنسبة لي للأسف بيكون في خريطة مختلفة، عن ممكن يكون اختين. تمام. اتنين اصحاب. تمام. لكن دي جسمها ليه ميكانيزميه وليه خريطه، وهي ليها خريطه تانية خالص. في بنات مثلا تكلمني عندها تكيسات، دي أيوة. لازم اتعامل معاها معامله مختلفه تماما عن تمام. صاحبتها او عن اختها اللي برضو عندها سمنه، بس لازم اتعامل معاها بشكل معين. يعني كل واحد ليه طبيعه جسمه مختلفه، في حرقه، في سنه، في تمام. طبيعه يومه، بتصحي امتى، بتنامي امتى، بتقدري تتحركي ولا لا، انت اصلا من النوع اللي بيحب السكريات تمام. اكتر ولا بيحب النشويات اكتر. تمام. كل جسم بيبقى له خريطه. احنا بقى هنا دورنا ان احنا ازاي اوظف جسمك بدل ما كان بيخزن اخليه يحرق. حضرتك النهارده جايه تكلمينا كمان عن حاجه كده سحريه. بالظبط كده، كورس كده يعني حضرتك بتديه للمرضى عندك او الحالات اللي عايزه تخس. تخس بالظبط. وبيمشوا عليه لمده معينه وبيجيب نتيجه فعاله جدا. ده بالظبط، ده طب صحيح. ممكن تكلمينا عنه؟ الكورس اللي معايا النهارده هو كورس ايرفا، ده مكوناته طبيعيه جدا جدا جدا، مفيش فيه اي مواد كيميائيه. انا يهمني لما اجي اتعامل مع الجسم لازم اتعامل معاه بالطريقه اللي يفهمها. تمام. والطريقه اللي تخليه فعلا يجيب لي نتائج. تمام. احنا هنا بوعد تماما ان انا العب في هرمونات، ان انا العب على المخ، ان انا العب على الحاجات السنترال او بنسميها الجهاز العصبي اللي موجود جوه الجسم، لانه انا بالنسبه لي عايزه افيدك مش عايزه اضرك. ده هي ده خلينا نفكر ان انا ازاي اقدر احارب المشاكل اللي ممكن تظهر لي في اي دايت. يعني تعالى كده نتخيل، وسادة مشاهدين دلوقتي بيتفرجوا معانا، اي مشكله بتواجه في الدايت كالاتي. اول حاجه تقول لك ايه؟ انا شهيتي مفتوحه. طبعا. انا ما بعرفش اسد شهيتي. لا، واحنا داخلين على فصل الشتاء بقى، الشتاء بقى وحب الاكل وحب الحاجات السخنه. وعلى فكره بمناسبه فصل الشتاء انا خليني اقول لك على معلومه سحريه النهارده. يعني انتوا حليتوها؟ حليناها بالكورس وحليناها يا كمان. يا اختكم، اسمعوا اسمعوا وركزوا، خلاص شهيتنا هتتقفل دلوقتي حالا. هتتقفل، لانه كمان انا هستغل الحرق الكتير اللي بيحصل في فصل الشتاء، هستغله لصالحنا عن طريق المكونات السحريه اللي موجوده جوه الكورس معايا. اول حاجه، اول مشكله بتظهر ان انا بحب اكل كتير. أكيد. انا جايبه لك النهارده السيليوم هاسكي اللي مكوناته طبيعيه جدا، اللي بعيده تماما عن ان انا العب على المخ او هرمونات او كويس. ان انا اثر على الجهاز العصبي عندك واسبب لك اكتئاب ومشاكل ده عصبيه. ده اهم حاجه، لان اغلب الادويه اللي مطروحه تقريبا دلوقتي في السوق بتعمل اثار جانبيه، اكتئاب، الناس بتبقى حزينه عصبية. على فكره في ناس بتبقى اصلا بيجي لها حاله ان هي خلاص اكتئبت، عايزه تسيب الحياه كلها، بتعيط من دون اي أيوة سبب فعلاً. وهي مش فاهمه فعلاً. ده غير الناس برضو للاسف اللي هم عندهم برضو مشاكل زي الغده الدرقيه او ضغط عالي، وياخدوا الادويه دي للاسف بتسبب لهم سلبي. مشاكل للاسف. صحيح. احنا في غنى عنها. صحيح. فانا هنا لازم اتعامل مع المعده، بس انا هنا داخله على المعده، ماليش دعوه باي حاجه تانية خالص. جميل. بعمل ايه جوه المعده؟ بملاها. احسسك بالشبع، واحساس الشبع ده مش ساعه ولا اتنين ولا تلاته، لا ده مش اقل من 12 ساعه. ليه انا بعمل ده؟ لان انا يهمني ان انا عندي المعده هي اللي ما تديش اشارات للمخ تقول انا عايزه اكل، بالتالي ان انا باخد في وسط اليوم برضو بوسط احساس الشبع مواد تانية بتساعد على الحرق
مواد تانية فيها فيتامينات ومعادن عشان شعري ووشي، وكمان حاجات تانية لازم اتكلم معاها دلوقتي معاكي فيها بالتفصيل. طب هو